قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لك شو اللي بقربك عند الله زلفى وبزيدك قربة؟ قال إلا من آمن. ليس الإيمان بالتحلي، تلبس لفة وجبة وعزبة ودقن ومسبحة وكذا وتتكحل ومدري إيش، هذا هي حلية اسمها. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. الله بيغفر لنا والله كريم والله غفور رحيم، هذا اسمه أماني. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وين القلب يا ابني؟ قلبك ميت، قلبك صاير فطيشة، قلبك صاير قبر. روح لعند أهل القلوب، أخي كن لأرباب القلوب مصاحبا، وفي قربهم حصل لك القلب سالما. وإن رمت من خل قديم جماله فقلبك مرآة فقابله دائما. أخي كن لأرباب القلوب ملازما، ملازم ما لأرباب القلوب، السوق، السهرات، بالأسفار، من الشرق للغرب، كل دنيا، كل دنيا. الإبراهيم ابن أدهم سأل واحد قال له أدرهم في المنام أحب إليك أم دينار في اليقظة؟ بتحب قرش سوري بالمنام لما 100,000 دولار باليقظة؟ انتو شو بتحبوا؟ قديش؟ 100,000 دولار. قالوا لا، حب باليقظة 100,000 دولار او 100,000 دينار. فقال له كذبت، كذبت، لان الذي تحبه في الدنيا هو الدرهم، هو القرش بالمنام، لأن الدنيا كلها منام، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. و100,000 دينار في اليقظة هذا الذي يعتبر 100,000 دينار في اليقظة، ف100,000 دينار في اليقظة الباقيات الصالحات ما بتحبها، ودرهم في المنام اللي بدك تفارقه هذا اللي عم تحبه. فالدنيا كلها لو ملكتها ما بتسوى عند الله جناحة بعوضة. هذا الإيمان يعني نحن إيماننا بالمألوف. أنو هل منحب بيضة هاليوم ودجاجة بكرة؟ هي سورة البقرة ما هي؟ لما في سورة آل عمران هذا قرآن الناس صاير.